وحبس الامبورطاسيون تاع يعني استيراد تاع البذور تاع الحبوب، انتاج البقوليات اللي كان العدس، كنا نتكلموا على العدس السنوات الماضيه والان كاين انتاج تاع العدس. كذلك بالنسبه لزراعه السلجم يعني الكولزا سي اون كولتور اللي كي كونفيان او سول الجيريان او كليما الجيريان، اللي تقدر تدخل في اطار تنويع خاصه تدخل في لا روتاسيون اغريكول تاعنا في الدوره الزراعيه تاعنا، وتنفع الارض تاعنا وتنفع الفلاح.